حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم 21 كانون الأول 2016. اليوم ببلش رسميا فصل الشتاء 21 الشهر. بحلقتنا لليوم تقرير عن أمسية موسيقية للفنان خالد الهبر على مسرح قصر اليونسكو، معرض للأشغال اليدوية والحرفية من تنظيم مؤسسة الشهيد صبحي العقوري. أما ضيوفنا لليوم فهو صقر البعيني المسؤول الإعلامي بجمعية التعاضد الاجتماعي لنحكي معه عن ندوة سلامة الأطفال على الإنترنت ونشاطات الجمعية. وخلال حلقتنا كمان اتصال مع الأستاذة الجامعية جوزات معوض لناخذ منا تفاصيل أكثر عن قرية الميلاد 2016 بصغرتها، بالإضافة إلى نشاطات روني معود فاونديشن. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، بداية حلقتنا مثل العادة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية والأستاذ محمد كنج معنا على الخط لناخذ منه تفاصيل عن طقس يوم الأربعاء وكيف رح بكفي معنا خلال الأسبوع. أستاذ محمد صباح الخير. صباح نوري، هلا كيفك؟ ماشي الحال. الطقس كيف؟ جميل. عندنا منخفض جوي متمركز حاليا على جنوب غرب تركيا. نعم. عم بيأثر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتبارا من صباح اليوم. هالشيء حيؤدي لطقس غائم وماطر ابتداء من اي ساعة تقريبا؟ اعتبارا من اليوم الظهريات، من ظهر اليوم يعني، حتى ممكن هلا بعد شوي بالمناطق الشمالية. نعم. ممكن تبلش يعني امطار حتبلش خفيفة بتشتد غزارتها بالفترة المسائية. طقسنا اليوم بلش غائم جزئيا، هنا ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، عم يتحول تدريجيا لغائم مع تساقط امطار اعتبارا من الظهر. نعم. بنتوقع حدوث برق ورعد بالفترة المسائية وهواء ناشط ممكن توصل سرعته ل 60 كيلومتر. نعم. تساقط الثلوج حيكون على ارتفاع 1200 متر وما فوق. منا بارد يعني الكتل الهوائية اللي جاية جمالا مقبولة. لأنت هالمنخفض بده يستمر استاذ محمد؟ هلا المنخفض حيضل متمركز اجمالا لنهار الاحد، حيبلش يقرب علينا اعتبارا من نهار السبت. بالنسبة بكرة حيكون غائم مع أمطار خفيفة واحتمال حدوث برق ورعد. نعم. عندنا ارتفاع إضافي وبسيط درجات الحرارة، الهواء حيكون ناشط ماكسيموم 50 كيلومتر، تساقط الثلوج حيكون على ارتفاع 1400 متر وما فوق. نعم. بالنسبة لبكرة. نعم. الجمعة الحدية التأثير حتكون وفعاليته تأثير المنخفض علينا ضعيفة. حيكون غائم جزئيا لغائم أحيانا دون تعديل يسكن على درجات الحرارة. على الساحل ترتفع بشكل بسيط بمناطق الداخلية والمرتفعات، أي تساقط الأمطار حيكون متفرق من حين لآخر. نعم. وأكثر بالمناطق الشمالية. السبت حيقرب علينا والأحد بنرجع بنعطيكم تفاصيل اكثر. يعني مبدئيا الميلاد رح بيكون ابيض اجمالا. صحيح. هلا نحن مثل ما تفضلتي وبلشتي اليوم بلشنا فصل الشتاء رسميا. رسميا 100%. صحيح. بالارقام استاذ محمد عن اليوم قبل ما نختم تفضل. درجات الحراره، درجات الحراره لليوم على الساحل عم تكون بين 6 درجات و17 درجه. نعم. كدرجه قصوى فوق الجبال من درجه ل 10 درجات، بالارز من 7 تحت الصفر ل 5 درجات، وبالمناطق الداخليه من درجه تحت الصفر ل 10 درجات. نعم، شكرا على وقتك، بنتمنى لك نهار حلو. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات لك للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. طبعا ما زالت عملية تشكيل الحكومة هي اللي متصدرة عناوين الصحف بشكل أو بآخر، ورح نعمل جولة تفصيلية لنعرف أكثر. مثل العادة بنبدأ مع النهار. إذا العناوين لليوم الأربعاء 21 كانون الأول: الانتخابات بين المختلط وإجرائها على مرحلتين، إيرولت اليوم في بيروت ويلتقي الرؤساء وقد يوجه دعوة إلى عون لزيارة باريس، حوار أمس وحوار انتخابي ينطلق اليوم تزامنا مع الجلسة الحكومية الأولى. أيضا في النهار وضمن أسرار الآلهة، لا يزال البعض يراهن على خلاف حول البيان الوزاري من دون تحديد الأسباب. وقع وزير مستقبلي في فخ كلامه عندما انتقد أداء وزراء سابقين في الاتصالات، فأتاه الرد عبر الهواء مباشرة بأن المدير المتهم بالتعطيل من فريقكم. قال مسؤول أمني لمحدثيه إنه باق في الخدمة لكنه أيضا مستعد للمغادرة غدا إذا طلب منه ذلك. برزت عقدة في زيارة الرئيس عون إلى الفاتيكان وهي عدم تعيين سفير جديد بعد انتهاء ولاية السفير الحالي.
أرجئ التسليم والتسلم في وزارة بسبب مرض الوزير، ولم يحصل في أخرى لرفض الخلف مصافحة السلف. وبختم النهاردة من الافتتاحية بقلم سمير عطلة: سنة الخروج وعام القادمين. إلى عناوين صحيفة السفير: قانون الانتخاب إلى البازار والنسبية تستفز جنبلاط، رأفة باللبنانيين فلتكن أزمة السير أولوية العهد والحكومة. الحريري وجنبلاط يرضيان النسبية وبري يتفهم. الفرعون أكثر من نائب وأقل من حزب. عندما يصبح الفساد نمط حياة. حلب موت وجوع وغربة تحت حكم الرايات والفصائل. إجلاء المسلحين من حلب برقابة أممية. تركيا والنصرة إلى أبغض الحلال، فهل سيسري في إدلب؟ نتنياهو متفائل بخليفة أوباما، رسائل ممتازة. وأيضا في السفير: لقاء موسكو تحت عنوان ما بعد حلب، الضامنون الثلاثة لشروط التسوية السورية. وختاما الأردن: تعبئة أمنية في الكرك وداعش يتبنى غزوتها. من السفير من تابع مع الحياة: أوروبا الخائفة تلاحق إرهابي برلين. ميركل محرجة بعد الاشتباه بتورط لاجئ، وترامب يهدد بمحو الإرهابيين عن الكرة الأرضية. البحث عن صانع المتفجرات في خلية الكرك. اغتيال السفير الروسي بين النصرة وغولن. اجتماعات موسكو تقر خريطة طريق لسوريا. خلاف تركي إيراني على حزب الله. الجماعة تعرقل وصول المساعدات إلى المحاصرين. اشتباكات بين الحوثيين في إب ومقتل أحد قادتهم. وبعنوان أخير في الحياة: إطالة حرب الموصل تنذر بكارثة إنسانية. من الحياة إلى عناوين المستقبل يلي نشرت صورة رئيسية شفناها بمعظم الصحف، إما هي ذاتها أو من نفس الأجواء، للرئيس الحريري عم بيستعرض سرية حرس رئاسة الحكومة لدى دخوله السراي امبارح. وفي العنوان الرئيسي: الحريري يتسلم مهامه مع نسبية المختلط، جايصاتي للمستقبل، كنت جزءا من المحكمة الدولية فكيف أكون ضدها. حوار 38 يتوقع ثقة سلسة. اتفاق روسي تركي إيراني على سوريا. الميليشيات الإيرانية تعرقل اتفاق مضايا، والدفعة الأخيرة من المدنيين تستعد لمغادرة حلب. نظام التصويت: المفاضلة بين الأكثري والنسبي لا تحسم بالأحكام الجاهزة. ودائع المصارف تنمو 7.3% وربحيتها نحو 2.4 ملياري دولار. أوروبا: الخوف من الإرهاب يهيمن على أجواء الميلاد. وبقلم خير الله خير الله: لابد من تمرير المرحلة. وبختم بالأخبار الرياضية. ضمن أخبار كرة السلة: بيبلوس يهزم هوبس، وغدا التضامن الرياضي. من المستقبل إلى الأنوار: الحريري عاد إلى السراي وحكومته تجتمع اليوم برئاسة عون. أنقرة: أنصار معارض تركي لاجئ في أمريكا وراء اغتيال السفير الروسي. استشهاد 4 شرطيين أردنيين خلال مداهمات قرب الكرك. تشديد الإجراءات الأمنية في أوروبا تحسبا لاعتداءات إرهابية. الاجتماع الثلاثي في موسكو يتحدث عن خطة لإنهاء الحرب في سوريا. استمرار النزوح من حلب، وعدد المغادرين بلغ 37 ألفا. بقلم المحلل السياسي: إنها الأعياد، ضعوا السياسة جانبا. لبناني بين جرحى هجوم برلين. وبالأخبار الاقتصادية: هبوط أسعار الذهب والاسترليني. وبختم مع قلم رفيق خوري: حراك موسكو بعد حلب، خارطة طريق معقدة. من الأنوار إلى عناوين اللواء: الحريري لدفن قانون 60 والبيان الوزاري على النار. هواجس جنبلاطية بوجه حزب الله والتيار العوني، وبوادر أزمة بين المختارة وعين التينة. استئناف عمليات الإجلاء من حلب، والنظام يستعجل إعلان النصر. روسيا وتركيا وإيران تقر رؤية للتسوية السياسية في سوريا. بقلم فؤاد مطر مقال اليوم في عناوين اللواء: كبرياء قيصر هذا الزمن ومهانة سلطان هذا العصر. الوزاري العربي الأوروبي يدين مجازر حلب ويدعو لإيقاف جاستا وتدخلات إيران. الملك سلمان ببرقية عزاء لبوتين: نرفض الإرهاب بكل أشكاله. محققون روس في أنقرة وتوقيف 6 مقربين من المهاجم. وختاما: القائم بالأعمال السعودي يزور دار اللواء. من اللواء منتابع مع عناوين البلد، وبعنوان الرئيسي لليوم: البيان يتفادى السلاح والمحكمة، وجنبلاط ضد النسبية. وبعنوان أخير في الصفحة الأولى بالبلد: سوريا تنقذ تعاون موسكو وأنقرة.
من بعد البلد العناوين باللغات الأجنبية بترجمة للديلي ستار وبالعنوان الرئيسي: الحكومة لعقد أول اجتماع للاتفاق على سياسة العمل. روسيا تنضم للتحقيق في اغتيال السفير التركي. وختاما: اجتماع موسكو يقدم الوساطة في اتفاق سوريا. إلى لوريان لوجور: روسيا، تركيا وإيران يتفقون حول الملف السوري. سعد الحريري يتسلم رسميا عمله كرئيس حكومة. وختاما وبعيدا عن السياسة وضمن جينيراسيون أوريان بجزء الثاني: إضاءة على سينتيا مرهج 27 سنة. بعناوين صحيفة الشرق: الصورة التذكارية اليوم تعقبها جلجلة البيان الوزاري، عون لا رجوع عن مكافحة الفساد، كتلة المستقبل متمسكة بالمختلط، 70,000 رسالة للبابا في عيده، أوغلو في اللقاء الثلاثي لوقف الدعم لحزب الله. وختاما: القائم بالأعمال السعودي في نقابة الصحافة وضمن رأي الشرق بقلم عون الكعكي: الآتي أعظم. من الشرق إلى الشرق الأوسط: إعلان موسكو يقترح توسيع وقف إطلاق النار. اللقاء الثلاثي حول سوريا يلتف على جنيف ويعرض ضمانته. عملية إفراغ حلب الشرقية تقترب من نهايتها. اغتيال كارلوف يثير قلق البعثات الدبلوماسية. مواجهة جديدة في الكرك وداعش يتبنى حادثة القلعة. برلين لا تزال تبحث عن منفذ عملية الدهس. وبعنوان أخير ضمن الملف الطبي: تركيبة ينشطها شعاع الليزر تقضي على خلايا الأورام الخبيثة، بكتيريا من أعماق البحار تعالج سرطان البروستات. وختام جولتنا مثل العادة بيكون مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي كتبت لليوم: التناقضات على الطاولة اليوم، قرار بالانتخابات ولو بقانون الستين، البيان الوزاري لزوم ما لا يلزم، وضمن ملف تكنولوجيا أفكار لهدايا الميلاد الإلكترونية. ومع الجمهورية منكون ختمنا جولتنا على عناوين الصحف. بريك أول ومنرجع. جولتنا الفنية والثقافية لليوم نبلشها مع احتفالية بيروت ترنم بدورتها التاسعة. وضمن المواعيد لليوم: موعد على الساعة 8 المساء مع السوبرانو سمر سليمي بكنيسة مار الياس الأنطاري. عاسمك غنيت، عاسمك رح غني، وضمن مواعيد اليوم كمان موعد على الساعة 10 المساء مع عزيزة يلي رح تعطينا موعد بالبلو نوت كافي. بتقدم إذاعة صوت المحبة مسرحية غنائية استعراضية جديدة بعنوان ثورة النساك للأب فادي ثابت، بطولة أسعد رشدين، بول سليمان، أطوانات عقيقي، بالاشتراك مع وجيه صقر، توني مهنا، ميشيل أضباشي والياس الزيك. العروض اللي انطلقت الأسبوع الماضي رح تستمر على خشبة مسرح جورج الخامس بأدونيس. منتابع مع مواعيدنا وننتقل إلى أسواق بيروت اللي عم تحتفل بالدورة الثانية لكريسمس فيليج بالتعاون مع سوليدير. الكريسمس فيليج رح يستمر لغاية 23 كانون الأول يوميا من 3 بعد الظهر لغاية الساعة 10 المساء. What fun it's to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle. ودائما مع أجواء الأعياد وتحديدا طرابلس اللي كمان عم تحتفل بأعياد نهاية العام، من تنظيم جمعية Indeed Better Together وضمن مواعيد اليوم موعد مع حفلة موسيقية مع الفنان جورج نعمي بمعرض رشيد كرامي الدولي. Hey!
مشتاق مش غيري مشتاق ليكي وإذا رجعت رجعت من العشاق عشقتي. عن جد نشاطات الميلاد عم بتكون على كافة المناطق اللبنانية وبنطلع هلا إلى بكفيا يلي كمان عم تستقبل معرض لافيري دونويل يلي بيستمر لغاية 30 الشهر وهو بيفتح أبوابه من الخميس للأحد من الساعة 6 بعد الظهر لغاية منتصف الليل. نشاطات لكل أفراد العائلة فيكم تتابعوها بهالمعرض الخاص ببكفيا. متابع وجمعية من حق الحياة بتقدم كورال أطفال التابع لجامعة سيدة الويزة بقيادة الأب خليل رحمي وذلك بموعد واحد ب 23 الشهر على الساعة 8 المساء على خشبة مسرح كازينو لبنان ورح يتخلل الحفل أداء منفرد لماريا خوري وريع هالحفل بعود طبعا لجمعية من حق الحياة. أول شيء الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية بتقدم حفل اليوم وذلك بإطار فعاليات نشاطات الكونسيرفاتوار الوطني وأداء منفرد لكارلا رميا بقيادة المايسترو أندري الحاج على الساعة 8 المساء خشبة مسرح بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية. من مسرح بيير ابو خاطر بالجامعه اليسوعيه رح ننتقل الى الجراند فاكتوري اللي رح تستقبل ب 27 شهر حفل موسيقى مع الفرقه اللبنانيه العالميه هو كيلد بروسلي بتمام الساعه 9:30 المساء والاوبننج اكت رح يكون للفرقه وندر جاب. ننتقل الى الفورم دي بيروت اللي كمان رح يعطينا موعد مع فرقه لبنانيه كثير معروفه محليا وعالميا وهي مشروع ليلى رح يعطونا موعد ب 29 شهر على الساعه 9:30 المساء. تستقبل خشبة مسرح مونو عمل مسرحي بعنوان كيف فيك يا ليلى من تأليف وإخراج ميشيل جبر ومن تمثيل نالي معتوق. هالمسرحية سبق وانعرضت من شهر ونص تقريبا بإطار احتفالية مع 20 سنة لمسرح المدينة وهلأ رجعت للعروض الأسبوعية. فإذا العروض يلي انطلقت الأسبوع الماضي رح تستمر من الخميس للأحد على الساعة 8:30 المساء مسرح مونو. مسرحية قفص يلي انطلقت من 3 شهور تقريبا تمدد لأسابيع كتيرة والعرض الأخير رح بيكون ب 26 الشهر. هالمسرحية اللي صدرت كتاب عام 2014 من توقيع جمانة حداد أعدتها وأخرجتها لينا أبيض وبطلات قفص الخمسة هن رندا كعدي، مارسيل أبو شقرة، دارين شمس الدين، ديما الأنصاري وميرا الصيداوي. فإذا العرض الأخير الثانين 26 الشهر على خشبة مسرح مترو المدينة. الشغل حلو لأنه الكل كانوا منيح والممثلين انتقاءهم والشغل عليهم كان جيد. بتقول أنا مسرحية كانت بتعقد وصلنا زمان ناطلين مسرحية هيك تحكي الحقيقة للشعب. خلصت جولتنا الفنية والثقافية، مرة جديدة رح نرجع لعند جوال لناخذ فكرة أكثر عن حركة السير بهالأثناء. المعاون خضر
بزي معنا من غرفة العمليات مشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ ماشي الحال حضرتك؟ منيحة أنا. كيف أحوال الطرقات؟ يعني مبدئيا فينا نقول منيحة. خي يلا هات ناخذ شوية تفاصيل. حركة سير صباحية كالمعتاد. اوكي. يعني هلا بدنا نبدا مبدئيا بطريق ظهر البيدر، بنقول انه هي حركة سلكي امام جميع المركبات. نعم. طريق ترسي الزحلة فقط للمجهز ذات الدفع الرباعي. نعم. كمان عندنا طريق، هلا بدنا نذكر الطرقات اللي هي للسيارات المجهزة والسلاسل المعدنية والدفع الرباعي، هي طريق فرس الوان ترشيش. اوكي. فرية حتى سيحة وردة. طريق بشر الارز حتى المصعد الكهربائي، طريق تنورين تحت حاره الجبه، هودي للمجهز والدفع الرباعي. نعم. وبالنسبه للطرقات الجبليه المقفله حاليا بعدها بسبب تراكم الثلوج، هنا طريق حدث طريق من سيحه ورده باتجاه حدث بعلبك، المنيطره حدث بعلبك، صنين زحله، معاصر الشوف كفرية، عينات الارز، حدث بعلبك، عيون السمان، هرمل بيات، الحدث العقوره، طريق عام اللقلوق، تنورين الفوق اللقلوق، طريق عام حدث الجبه تنورين، وطريق جد مربين جد مشمش الهرمل. اوكي. بالنسبه لبيروت عم تكون عندنا حركه سير كثيفه من مفرق غزير باتجاه جوني طبيعيه على نهر الكلب، تبدا كظهر ضغط السير من النقاش باتجاه جل الديب وصولا حتى الكارنتينا دون اي عوائق للسير. نعم. مثلك المقابله باتجاه الشمال حركه سير طبيعيه على طول الاوتوستراد، حركة سير كثيفة على المدخل الجنوبي من خلدي باتجاه أنفاق المطار دون أي عوائق كمان، وعندنا من الكوستا برافا باتجاه الوزاعة وصولا حتى جسر السلطان إبراهيم. نعم. مدخل بقى حركة سير طبيعية من اليرزن وصولا حتى السياد أوتوستراد رئيس لحود. أوكي. كثيفة على جسر العدلية باتجاه العشافية، كمان كالمعتاد على مدينة الرياضية باتجاه نفق سليم إسلام دون توقف للسير دون أي عوائق. أوكي. حركة سير ناشطة إلى طبيعية على مار الياس كورنيش المزرعة بالاتجاهين، طبيعية على الواجهة البحرية لبيروت عين مريس المنارة الروشي، حركة سير ناشطة على بوليفار سن الفيل بالاتجاهين، ولكن عنا حركة سير كثيفة من السلوم باتجاه الحايك فقط. نعم. أي بالنسبة لحركة السير بالنسبة للحوادث، كان عنا خلال 24 ساعة عنا 9 حوادث نتج عنهم قتيل و12 و13 جريح، بالإضافة لمحاضر السرعة 846 محضر سرعة. ولكن بدي أذكر كمان امبارح كان في عنا اعتصام لأصحاب الشاحنات على طريق عام جعيتا فرية عن مفرق كفر دبيان، بقيت الشاحنات متواجدة بالمكان، اعتصام بعده ما زال لحال لغاية الساعة لهلا؟ نعم مزبوط، بعض الشاحنات متواجدين بالمكان، ولكن الإبقاء على مسرب واحد للمسلكين صعودا وصعودا ونزولا. أوكي. ولكن حركة السير حاليا بعد طبيعية. اوكي. يعطيك الف عافيه، ما تركت لي مجال اسالك ولا سؤال. تفضل احنا بامرك. خلص شو بعمل؟ حكيتهم كلهم ورا بعض. يعطيك العافيه وشكرا لوقتك. الله معك. نحن هنتوقف مع بريك جديد، نرجع من بعده لاخبار سبع، خليكم معنا. صباح الخير. حكومة انتقالية وانتخابات أم حكومة عهد جديد؟ المهم أهلا بالحكومة أيا يكن شكلها. فالنقاش داخل المؤسسات أفضل من الفراغ وكيل الاتهامات على المنابر. وإذا كان المواطن ناطر استكمال البيان الوزاري وانطلاق ورشة العمل، فلأنه حجم الأزمات المتراكمة ما عاد يحمل والعد بطول. فالبلد مكبل بالديون والنازحين وبتراجع السياحة والقطاعات الانتاجية، والإدارات عم بتعج بالفساد والصفقات والمحسوبيات. وإذا كان ولا زمن المعجزات، فالأهم صار عنا حكومة. من الساحة السياسية رح ننتقل للساحة الفنية، يلي جهدت على عودة الفنان خالد الهبر إلى مسرح قصر اليونسكو من بعد غياب سنة ونص، فأحيا حفل موسيقي غنائي قدم خلاله مع فرقته مزيج من أعماله القديمة والجديدة وسط حضور جمهور كبير. تفاصيل أكثر بهالتقرير للزميلة رولا أمين الدين، منتابعه سوا. حب أكثر شيء غنيته لشارع الحمراء اللي هي أنا خلقت هناك وتربيت هناك. حب أغاني غنيته لفلسطين كتير حلوة. هيدي ضحكنا عليك يا بشارة. هيدي ياها. أغاني حلوة ثورية. وهي تالت مرة بنحضره. احنا بنجي لأنه بنحب الفنان اللي عنده التزام وعنده قضية، ما كتير بنحب الحشك بشك يعني. بين الأغنية
الأغنيات القديمة أو أغنياته الجديدة، لا يزال خالد الهبر هو خالد الهبر اللي بيحمل بأعماله وجع الناس، وبيوصف بكلماته مأساة الحرب وفترة الثورة والنضال ليكون الصوت الثوري ضد الظلم والاستغلال. فبعد غياب استمر لعام ونصف، بعود الفنان الملتزم خالد الهبر إلى خشبة مسرح اليونسكو لا يحيي حفل غنائي بيستعيد من خلاله الزمن بأغنياته. وما غير هذا من الناس ما غيروا، ونحن دائما معه وما غيره لأمثاله، يعني طبعا من مرسال لأميمة لأي واحد منهم. بعده بحافظ على التراث الوطني وعلى الثورة القديمة تبعه. يعني إنسان حقيقي بيعبر عن مشاكلنا، يعني هو بيحكي عن مشاكل الشعب. بدنا نحاكي الحقيقة بالنهاية، ما فينا نضلنا نعطي يعني بروباغندا صورة حلوة ونحن بواقع مزري بالنهاية. فهيدا كرمال هيك نحن نسمع خالد ومتابعينه عطول. في فن عم بيسخف وعم يسطح الوعي عند الناس، فبالتالي قام بصير بشدنا أكتر خالد واللي مثل خالد عمليا. أنا عايش بين العالم، يعني إحساسي ما بيختلف أبداً عن إحساس العالم كانوا كبار أو صغار أو شباب. وبعدين في احترام لذوق الناس الفني، يعني بطريقة التوزيع الموسيقي بهالفرقة الكبيرة، يعني منحاول نعمل تنوصل لحد البرفكشن، يعني بس أوقات منصيبة أوقات يمكن ما منصيبة. عاطفية سنديانة حمراء بالشام أبانا الذي في السماء، أعمال استرجع الفنان خالد الهبر خلال الحفل وإنما بتوزيع وقالب جديد. أما الشق الإنساني فاستحضر من خلال أغنيتين أطلقن لأول مرة، الأولى بعنوان فارس بائع الورد اللي رافق رواة شارع الحمراء واستشهد بسوريا، والأخرى بعنوان معبر المنطار. كثير اغاني لخالد بيعرفوها جيل قديم وجيل جديد، عم نحكي الاغاني القديمه، تسجلت بظروف ما كانت كثير منيحه لانه كان في الدنيا حرب، ما كان في موسيقيه بالبلد. جربت تضيف شيء على هاي الماده اللي بتحمل ودسمه بلا ما عقدها ونفر العالم منها، حافظت على البيسكس تبعولها وبنفس الوقت عملت هيك رشات تحليه يعني على سيد الفن المضبوط، مش اللي عم يطلعوا هلا. انه طول ما في اجيال كبيره بتربي على هالنمط وعلى هالخط، بده تبقى في اجيال تطلع مثله واصغر منه واكبر شوي تكمل بخط النضال الدائم. وخالد لا ينسى، لا يمكن انه ينسى كمان. الا خبيث دار برصاص بالحدقه دار السبي مجهول ربنا ورا خفقه عني ورا عني Oh,
هالحفل الكبير قدر انه يجمع الجمهور اللي ملأ قاعة قصر اليونسكو وتفاعل بكل اغنية غنت بحضور الفرقة الموسيقية اللي تجاوز عددها 20 عازف. اما مفاجأة السهرة فكان ظهور الممثل الكوميدي عباس شاهين اللي قام باداء اغنيتين من اعمال الفنان خالد الهبر. أنا خالد متابعه من السبعينات، فكل المكتب الفنية تبعيله سماع. لا، الفن المنتظم نحن بأمس الحاجة لإله، خصوصا بهالظرف التعيس هذا اللي منعيشه. مش بس الصوت والأسلوب وال بيعطي هالشباب كاركتير. إيه، من القليل كتير اللي بعدهم بيسترجوا ما يتلونوا، يعني يضل لونه وزيته ما يبوخ. نتابع حلقتنا ومننتقل إلى معرض الكتاب العربي بالبيال لنتابع ندوة حول كتاب على هامش الشؤون. كتاب جديد لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بيتناول فيه تجربة بالوزارة وكل التفاصيل بهالتقرير. متملك باللغة العربية وعنده أحاسيس مرهفة وطبعا عنده تجربة نقابية واجتماعية وسياسية مهمة جدا، وتكللت بوزارة الشؤون اللي برأيي أنا توليها بكل جدارة وحقق فيها. جاي هالكتاب على أسلوب رشيد درباس الأدبي المتماسك والغني أكيد بالتجربة الكبيرة اللي عنده إياها. كتابه ناقوس في أحد اللي جمع برنامج إذاعي أسبوعي قدمه بصوت لبنان منذ 4 سنوات. على هامش الشؤون كان العنوان الثاني لكتاب جديد فصله أسبوع عن الأول، ليكون هالكتاب بمثابة شهادة وحكم بيروي عصارة 2.5 سنين من وجود الوزير رشيد درباس بوزارة الشؤون الاجتماعية. والندوة حول المولود الجديد كانت بمعرض الكتاب العربي والدولي بالبيال. فلقد تعمدت أن يكون الاسم ملتبسا، فلم أقل على هامش وزارة الشؤون ولم أقل على هامش الشؤون الاجتماعية، وإنما تركت كلمة الشؤون لكي تكون عامة. وفي هذا الكتاب أفرغت ما كنت قد قلته في مناسبات عدة، وأفرغت أيضا ما كنت قد كتبته بمناسبات شخصية أو لأحباء أو لأصدقاء ألفوا كتبا، فبوبت كل هذه المقالات بفصول مستقلة. ودائما بيخلي براسه الأفكار وهيك بتطلع معه دغري الكتابة، ما عنده صعوبة أبدا، ودائما في عنده تجارب بيخمرها وبيطلعها.
نتابع حلقتنا وضيفنا لليوم من مزرعة شوف السيد صقر بعيني المسؤول الإعلامي لجمعية التعاضد الاجتماعي بمزرعة شوف. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. أهلا وسهلا فيك. مش أول مرة مستضيفك ومش أول مرة بيكون في نشاطات نحكي عنها. صح. بنظمها بتنظمها الجمعية. رح نحكي عن نهار الجمعة ب 23 شهر يلي عم بتنظموا فيه بالاشتراك مع المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ندوة تحت عنوان سلامة الأطفال على الإنترنت. صحيح. ونحن هلا بفترة عيد. صح. وكل الهدايا بتروح الى الهدايا الالكترونيه كمان اللي لها علاقه بالانترنت. مزبوط. يعني قديش عن جد مهم انه نضوي على هالموضوع. اول شيء شو الهدف؟ الهدف اول شيء صباح الخير لحضرتكم وصباح الخير لكل الجمهور عم يحضرنا. وميرسي لاستضافتكم لنا. نحن كجمعيه تعاضد دورنا الاساسي هو توعيه المجتمع وارشاد المجتمع نحو الافضل، خاصه لبناء مجتمع سليم لازم يكون الاطفال هن عندهم افكار سليمه وبعد عن كل الموبقات اللي موجوده بالمجتمع. نعم. هيدي الندوه هلا نحن بحاجه لها، خاصه مثل ما تفضلت انه هلا فتره اعياد وهدايا الكترونيه وكذا، فعندنا كثير مشاكل عم توقع فيها الاطفال والراشدين من تصفح الانترنت والاهل يمكن ما يكون معهم خبر بهالموضوع. نحن من واجبنا كجمعيه تعاضد طبعا، وبنشكر هون مجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز يلي هن اللي قاموا بهالندوة هيدي. ومجلس المذهبي هو تأسس بال 2006 وبيضم مديريات ومصالح، واهم من المصلحة التربوية والدينية يلي بتهتم بهالشؤون بهالندوات واللقاءات اللي عم تعملها بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. والرائد ديالا نصر. نعم. اوكي. بس ديالا مكافحة الجرائم الالكترونية. نعم. صح. طب بس عم نحكي عن هيك ندوة، يعني بدنا نعرف مين هن الاشخاص اللي رح بيشاركوا؟ رح يكونوا اشخاص بالاي تي، ما بعرف، علماء نفس، مين الاشخاص اللي رح بيشاركوا؟ الاشخاص نحن بالتعاون مع مثل ما ذكرت مجلس مذهبي وقوى الامن الداخلي. قوى الامن الداخلي في شعبة خاصة بهذا الموضوع. الندوة رح تديرها او رح تقدم لنا اياها الرائد ديالا المختار ضو، هي متخصصة بهذه الامور، رح تضوي على المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الاطفال على الانترنت، الاهل ممكن ما معهم خبر فيها، ضوي على المشاكل اللي موجودة، كيفية حلها، إذا كان ممكن بالبيت أو تفاديها، وإذا ما كان فينا نتفاديها كيف نتواصل كيفية التبليغ لقوى الأمن لحتى يساهموا بحل هيدي المشاكل. نعم. أوكي. طيب بس خلينا نقول أنه دور الأهل شيء كتير أساسي بالبيت. صح. ومش لما يكبر الولد ويتمكن من الإنترنت أو مش لما يكبر الولد ويبطل فيه سلطة من قبل الأهل عليه مثل ما قبل هو صغير. هون بيجي دور الاهل، يعني ما بعرف اذا في احد الاختصاصيين بالندوه رح يضوي اكثر على دور الاهل من بدايه الطريق. صح صح، اكيد معنا اختصاصيه، ومثل ما ذكرت هيدا منا اول محاضره بيعملوها المجلس المذهبي مع الرائد ديالا، بعده مناطق لبنانيه صاروا عاملين المحاضرات، مش هيك نحن دعيناه هون لنضوي على الموضوع اكثر، وهن بيفيدونا بهيدي الاشياء. هلا يمكن كثير اهل ما بيعرفوا كمان انه هن بيقدروا ياخذوا التليفون او التابلت وهن يحطوا مثل بارنتال كنترول، هن ينقوا اي صفحات ممكن اولادهم يفتحوهم لوين بيقدر، يعني هي معلومه كثير مهمه. صح. الاهل يطلعوا عليها، وضروري انه الاهل يكونوا مطلعين على كل هاللعب التكنولوجيه. صح. اللي عم نقول يلي بيجي. مش بس هيك، يمكن كمان في شغله ثانيه، خلينا ما زال فتحنا هذا الموضوع نقول انه الاهل ممكن يكون عندهم اكسي من تليفونهم على تليفون اولادهم من خلال كود من طريقه السكيورتي اللي بدها تكون موجوده، انه اي شيء بارنتال كود، انه ما اوسع مثلا اوكي بوسع بابني انه شو عم يعمل او شيء، بس انه خليني انا كل فتره اعمل بدي عم يتواصل معهم ابني، عم يصير في مشاكل كثيره من قاصرات عم بتحرش جنسي وهالاشياء. فقوى الامن بالشعب الموجوده عندهم انه هن بيضوا على هالامور وبيساهموا بحلها مساهمه فيها. طيب عندكم شي دراسه بتفرجي نسبه الاضرار الناتجه عن الاستعمال غير السليم للانترنت؟ هلا هيدي نحن كجمعيه، يمكن شعبه المعلومات هي خبيره بهذا الموضوع، بس نحن كجمعيه حاسين بهالمشكله وحبينا نضوي عليها ونساهم بتوعيه المجتمع. اوكي. طبعا المجتمع واعي، بس انه في بعض الشغلات انه لازم نضوي عليها نحن. طيب شريحه الاطفال يلي برايك هي بتكون اكثر شيء عرضه، هي عاده بعمر المراهقه او ممكن كمان بعمر اقل؟ ممكن اقل بكثير. يعني شو بتسمعوا من الاهل، من يعني خاصه بس اقترحتوا عليهم انه موضوع الندوه كيف رح بيكون، قديش الاهل تجاوبوا؟ كان في ترحيب كثير للفكره، انه فكره كثير حلوه عم تعملوها ونحن رح نشارك بهذا الموضوع. الاعمار هي من الصغير، لانه بتلاقي هلا ولد صغير عمره 3 سنين عم يحمل التليفون،
وال14 سنه ونزول، انه هود العمر الخطير للولد، كان بنت او صبي عم بحكي، انه التواصل عبر الانترنت وانا صرت شاب وانا صرت صبيه وكذا، وهي الامور كلها بتودي لمشاكل كثيره. هاي المحاضره بتتوجه لهيدي الاعمار. اوكي، طيب استاذ سقر، ذكرت انه كان في عندكم ندوات سابقه، كيف كانت ردات فعل الاهل؟ وقديش عن جد التوعيه صارت بركي ضروريه والاهل عندهم وعي عليها اكثر؟ صح، الندوات السابقه هي كانت عم تعملها المجلس المذهبي مع الرائد الديار المختار بعده مناطق ثانيه، الفيدباك اللي سمعناه انه لا، العالم كلها حبت هذا الفكره، يمكن صارت تستفيد بالتواصل مع كيف تبليغ قوى الامن الداخلي باي مشكله مستعصيه عم بتصير. اوكي نعم. طيب خلينا نقول ايضا انه مش من زمان بالفتره الماضيه جمعيه التعاضد الاجتماعي كان عندكم حمله لمساعده المحتاجين، خصوصا انه على ابواب الشتاء. اي متى بلشت؟ شو تضمنت ووين صرتوا فيها؟ الحمله هي بلشناها ب 11/12 من جمعتين تقريبا، دعينا الاهالي ببلده مزرعه الشوف والبلدات المجاوره لتقديم الثياب، هن بغنى عنا، منيحه اكيد ما تكون ثياب طبعا، تقديم الثياب لمساعده الاهالي، ممكن الناس ممكن يكون اهالي ببلدات بحاجه لهالاشياء هيدي. فهلا انا مدى اسبوعين عم نجمع ثياب، جمعنا كميه كثير كبيره من خيرين بالضيعه، وجمعه جاي عندنا فرز لهالثياب، ونشوف نحن اذا بنعرف حدا بحاجه نقدمها لجمعيه معينه بتتخصص توزعها، انه يمكن في حدا بيستحي يجي ياخذ ثياب او بقول انه ماني بحاجه. بس اكيد في جمعيات، يعني في جمعيات صح صح، ونحن شو فينا نساعد بنساعد يعني. اصلا عم بتكونوا ناشطين على مدار السنه، وبالصيفيه كمان كان عندكم معرض المولي بمزرعه الشوف. مزبوط. واخذ نجاح كثير كبير هالمعرض. الحمد لله كانت اتصال من صح وقتها. صح. كاول خطوه لنا كانت الحمد لله ناجحه كثير، طبعا بدعمكم وتغطيتكم لنا كان نجح اكثر كمان بكثير. يعني هلا بلشت اجنده 2017 تتعبى، بلشوا في مواعيد، في نشاطات كثيره عم بتكون، يعني نشاطات موزعه مثل ما نقول بالحق الانساني الاجتماعي او صح حتى صح التنموي والصحي والتنموي، لانه دور جمعيه التعاضد هي دور اجتماعي. يعني صحي تربوي ثقافي، انه هالامور كلها من صلب جمعيه دور جمعيه التعاضد الاجتماعي. خلينا نرجع لموضوع الندوه، اي نهار واي ساعه وين؟ نهار الجمعه 23/12 بدار قلب عيني الساعه 5 للمساء. وهي مفتوحه للجميع، لكن للجميع اكيد، لكن الاشخاص اللي حابين يشاركونا فيها. نعم. السيد سقر لبعين المسؤول الاعلامي لجمعيه التعاضد الاجتماعي، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، بنشكر حضورك معنا. شكرا، ومنحملك تحيه لاهالي شوف ومزرعه الشوف. اهلا وسهلا فيكم، متامل تشوفكم عنا كمان. نعم اذا الله راد. اهلا وسهلا فيك. شكرا، يعطيكم العافيه. اكثر من 100 متدرب بمجال الاعلام استلموا شهادات تقدير، وكل التفاصيل رح نشوفها بهالتقرير. إتقان أصول العمل الإعلامي وردم الهوة ما بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل كان الهدف من دورات عم تنظمها مؤسسة Go for Media بالتعاون مع أكاديمية بي بي سي لخلق جيل من الإعلاميين والصحفيين يتقن فنون مهنة بدأت تبتعد أكثر وأكثر عن المهنية والمسؤولية. Go for Media هي مش بس إعلام، كل شيء شو فينا نساعد الشباب عم نساعدهم، بس أكيد اليوم في عنا تريننج سنتر هو الاسم الاعلامي، تقريبا بالسنه عم نخرج بين ال100 وال100 وشي طالب. هيدا الهدف الاكبر عندي، انه بالفعل نشتغل اعلام، واليوم نشتغل الاعلام يعني الاعلام للبنان، لمصلحة لبنان. نحن ما منعلم بس كيف الواحد يطلع على الشاشة، نحن منعلم كل سكيلز اللي إلها علاقة بالإعلام. يعني الشخص اللي بتخرج من عنا مش بالضرورة يعمل مذيع أخبار، ممكن يشتغل بويب سايت، ممكن يشتغل براديو، بجريدة، ممكن يشتغل سوشيال ميديا، لأنه من ضمن الورش نحن بنعطي كمان ورشة خاصة بسوشيال ميديا بسبب أهمية هذا الموضوع لطلاب الإعلام. نحن اللي عم نحاول نعمله بالGo for Media هو ندرب على مهارات الإعلام، يعني كيف تكتسب مهارة مش بس تكون لدروس نظرية، للأسف لأنه معظم جامعاتنا عم تعطي تلاميذها دروس نظرية بالإعلام. أكثر
من 100 متدرب توزعوا خلال الأشهر الماضية على دورات تأهيلية بمجال التقديم والعمل التلفزيوني، التحرير، صناعة الخبر، القيادة وغيرها. تسلموا شهادات خبرة رح تخولهم الدخول إلى سوق العمل بمعنويات عالية، مسلحين بالخبرة العملية والمعرفة الصحيحة. تعلمنا كتير قصص من خلال مثلا البادي لانجويج، كيف نقدم التقارير، كيف التوك شو بيكون، يعني واجوا كتير اكسبرتس ان ذا فيلد، يعني اللي علمونا اعلاميين اجوا اعطونا كذا لكتشر. اي دورات اكيد مهمه من بعد الجامعه حتى لو واحد خريج، لانه بتعملها عمليه اكثر ما هي فعليه بقلب الجامعه. يعني بنعمل كمخارج الحروف تطلع مزبوطه، في دورات نفس، في دورات تقدر تنفس من جوا لتقدر تطلع القصص لبرا اكثر. دغري بتهيئك لتصير بسوق العمل، بتلخص لك 3 سنين خلال شهر واحد. يعني من خلال الاساتذه اللي كانوا متواجدين بتضوي على مواطن الضعف وانك انت كيف تقويها وكيف انت تشتغل عليها. بدي معلومات زياده حتى اذا عندي خبره 20 سنه، واذا يعني اكتشفت انه كثير استفدت من الدوره. مواكبه العصر ووعي خطوره بس المعلومات المغلوطه بيتطلب اليوم انه يكون التدريب العملي تدريب مستدام ومعتمد من كل الوسائل الاعلاميه أكثر من أي وقت مضى. تابعين حلقتنا ورح ننتقل هلأ لطرابلس. طرابلس يلي حاول البعض بالماضي القريب البسة ثوب الإرهاب، إلا أنه المدينة يلي أثبتت أنها رمز للعيش المشترك كانت أقوى من مشاريع الفتنة. وبمناسبة عيد الميلاد تم افتتاح مدينة الأعياد بطرابلس وإضاءة شجرة الميلاد بدعوة من جمعية أكيد فينا سوا، Indeed Better Together. تفاصيل أكثر رح نتابعها سوا بهالتقرير. بقيت جبال محتل الأعلام والأقلام بسبب زينتها الميلادية المميزة. سنة اجت طرابلس لتنافسها. نعم طرابلس يلي فكروا كتار انهم قتلوا الحياة فيها وانهوا كل أمل لعودة هالمدينة إلى الخارطة السياحية. فرحة كبيرة كتير انه طرابلس عم تفرجي وجهها الحقيقي لكل اللبنانيين ولكل العالم. هي حقيقة طرابلس وهي صورة طرابلس الحقيقية. أكيد دائما نحن بننبسط بطرابلس وأن يكون في نشاطات دائما متنوعة تنثبت أنه مدينة طرابلس هي مدينة العيش المشترك، ودائما عم تثبت هالمدينة أنه يوم بعد يوم هي مدينة للثقافة وللحضارة ولكل شيء فني ومتطور بهالحياة. ونحن أبدا مش مدينة ما بتحب الحياة، نحن أكثر مدينة بلبنان ممكن أنها تحب الحياة، وشعبها كتير طيب وبيستقبل الكل بكل ترحاب. أجواء كتير 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 حلوة ورائعة، ونحن منشجع جميع يجوا لعنا ويشوفوا قد أجواءنا حلوة. أجواء رائعة بتجنن بهالأيام، وخاصة هي فرصة ليصير عنا مجال للسياحة بطرابلس، لأنه كتير 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 مبسوطة، يعني شيء بيكبر القلب. وهيدي طرابلس وهيدا جونا، ما بقدر أقول لك أكثر من هيك. طرابلس موسم الأعياد بالعام 2016-2017 بتوب الفرح بكامل زينتها ومع كل أهلها وأصحابها بمعرض رشيد كرام الدولي وبأجواء احتفالية ضخمة وبمناسبة تزامن عيد المولد مع عيد الميلاد. أضيئت شجرة العيش المشترك والمحبة وافتتحت جمعية أكيد فينا سوا مدينة الأعياد بطرابلس وسط استعراض مميز خطف أنفاس الناس لدقائق طويلة.
طرابلس مدينة الأعياد اليوم بقدر أوصفها بالعرس مثل ما شايفين ومثل ما الكاميرا يمكن عم تشوف. أنا بدي أطلب من كل اللبنانيين خلال هالأسبوع يزوروا طرابلس ويتعرفوا على هالمدينة الرائعة ويشوفوا المعرض. أيام نحن منسافر لنشوف معارض مميزة، نحن بندعيهم بقلب لبنان يقصدوا طرابلس ويشوفوا هالمعرض المميز. يعني هذا اللي نحن كلبنانيين منحب نعيش هذه الفترات، فترات الفرح، فترات تضوية شجرة ميلاد، فترات الأعياد والاحتفال بالأعياد. الحقيقة هذا العنوان، طرابلس مدينة الأعياد، طرابلس مدينة العيش الواحد، لأنه حتى العيش المشترك كلمة مش ملائمة، لأن طول عمرنا عودنا نعيش هيك بطرابلس. يعني اليوم أكيد نهار عظيم، مثل ما شايفين شجرة من أكبر شجرة بطرابلس أكيد، ويمكن الأفضل في لبنان. هذه هي طرابلس، هذه عاصمة الشمال، هيك بنعرف لبنان وهيك بنعرف طرابلس، بتجمع أعياد كل اللبنانيين، بتجمع ثقافات وحضارات وأديان كل اللبنانيين. وجوه الناس تدل على أن هذا اليوم من أيام طرابلس المميزة. طرابلس مدينة للجميع، أجواء رائعة. طرابلس رجعت طرابلس اللي نحن نحبها واللي نحن نعرفها، واللي ظاهر ليلة شيء كتير رائع، أنه أهل طرابلس كتير طيبين وكتير بيعرفوا ينبسطوا، جو كتير حلو. نتمنى على طول بصورة دائمة يضل طرابلس هيك لأنه منحبها كتير. استمر لسنين طويلة، قدروا يحولوا الشماليين بهالليلة وبفضل طينتهم الطيبة إلى عرس وطني جمع كل اللبنانية ليشكلوا حاجز استقرار أمام كل أنواع الخروقات يلي بتجرب تضرب هالمدينة. وبنسيج الاجتماع الحلو عكست طرابلس صورة الوطن الحقيقية. طرابلس حلوة، كتير حلوة، كتير حلو، جوا في ألعاب وآيس كيتينج وناينزي والفرقان والسابان والبالونات، مش كتير عن جد حلو. طرابلس هي العيش المشترك، طرابلس هي الحضارة، طرابلس هي العالم اللي بتحب الحياة، طرابلس اللي بنضوي على الأشياء اللي كتير حلوة. نزلنا الأسعار، زبطنا الجو تيحكي لغة طرابلس. رح نقضي هون 8 أيام، أكثر من 90 شخص رح ننام هون تنهتم بهالسوق الأكل تنعطيه رونق غير. صرنا مثل بقية المحافظات، بطل الصورة التقليدية عن طرابلس. حلو وشي جديد، إن شاء الله طرابلس على طول بتكون منورة بوجود العالم كله، وأهلا وسهلا بالمغتربين إذا بدهم يجوا. على أمل أنه يكون عام 2017 كما كانت 2016 عام الاستقرار لطرابلس وأمنا ولبنان عامة. كانت أجواء طرابلس اللي مستمرة لغاية 22 شهر، والختام رح بيكون مع الفنان جوزيف عطية. أما هلأ نحن وصلنا لختام الحلقة ونختمها مع تقرير رياضي. بكرة موعد جديد من أخبار الصباح، كونوا معنا. باي. باي. تشهد المرحلة 16 من الدوري الألماني ليلة الأربعاء مباراة المنتظرة بين المتصدر وحامي اللقب بايرن ميونخ وضيفه ووصيفه لايبزيغ، النادي الحديث العهد يلي شكل أدائه مفاجأة هالموسم. الناديين معهم 36 نقطة. النادي البافاري بيحمل لقب بطولة الدوري بالمواسم الأربعة الأخيرة، ورام الياسي بعدد الألقاب 26 وأضاف لها 18 لقب بالكأس وخمس ألقاب بدوري أبطال أوروبا. أما لايبزيغ فما مضى على تأسيسه أكثر من 6 سنوات وهو مملوك من شركة مشروبات الطاقة النمساوية ريد بول، بس مسيرته من وقتها
ثابتة وقدر يرتفع خلالها من الدرجة الرابعة للدرجة الأولى ليكون منافس وبقوة على بطولتها بموسمه الأول فيها، وهذا أول موسم بين الكبار. وحتى أقل من أسبوعين كان لايبزيغ عم يتصدر ترتيب الدوري من دون أي خسارة قبل ما يتلقى خسارته الأولى قدام إنجلشتات 0-1. وخلال المرحلة 15 الأخيرة استعاد لايبزيغ الصدارة بفوزه على هيرتا برلين 2-0، بس باير قدر يفوز وبصعوبة على دارمشتات 1-0 ليرجع ويأخذ الصدارة بفارق الأهداف. باير بخوض المباراة بغياب جيروم بواتينغ قلب دفاعه يلي خضع لجراحة بكتفه، وعين البايرن كتير ليتصدر بعد فوزه على دارمشتات الأخير 1-0 بهدف من دوغلاس كوستا. وقدم البايرن هالموسم أداء متفاوت بين مباراة وأخرى، أكان على الصعيد المحلي أو بدوري أبطال أوروبا، وحل تاني بمجموعته خلف أتلتيكو مدريد. البايرن عم بخوض موسمه الأول مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلف الإسباني غوارديولا اللي انتقل ليدرب مانشستر سيتي الإنجليزي. بينتظر برشلونة حامل لقب إحراز بطاقته للدور 16 لمسابقة كأس إسبانيا وقت بخوض إياب هالدور قدام ضيفه هيركوليس اللي كانت من الدرجة الثالثة ليلة الأربعاء. وبخوض النادي الكتالوني المباراة بغياب الثلاثي المرعب لمسان المكون لأرجنتيني ميسي، الأورجواييني سواريز، والبرازيلي نيمار، من بعد ما قرر مدربهم لويس إنريكي أن يعطيهم عطلة على بكير، وتحديدا بعد فوزهم الكبير على إسبانيول 4-1. وبيرغب النادي الكتالوني أن يحجز بطاقته للدور المقبل ويلحق بغريمه التقليدي ريال مدريد. وكان برشلونة سقط بفخ التعادل الإيجابي 1-1 خارج ملعبه ذهابا، وهو رح حاول أنه يستغل لعبه على أرضه وقدام جماهيره لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه. وبيحتل برشلونة المركز الثاني بالليغا بفرق 3 نقاط خلف ريال مدريد يلي لعب مباراة أقل، وضمن تأهله أيضا لدور 16 من دوري أبطال أوروبا وقت رح يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. نال نجم نادي أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان جائزة أفضل لاعب فرنسي العام 2016 بعد الأداء الرائع اللي كان عم بيقدمه على مدار العام مع فريقه ومنتخب ديوك. وأوضحت فرانس فوتبول الفرنسي إنه غريزمان حصل على جائزة أفضل لاعبي العام 2016 بعد بروزه الكبير مع فريقه أتلتيكو مدريد والوصول معه لنهائي دوري الأبطال بجانب مساعدة المنتخب الفرنسي للوصول لنهائي اليورو. حدثت تقارير صحفية عن رغبة فريق جوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع أولى صفقاته بسوق الانتقالات الشتوية المقبلة بكنون الثاني، والهدف أنه يدعم الصفوف، وهو وضع تحت أنظاره لاعب خط وسط فريق الكتالوني الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش اللي عم بعيني هالموسم مع البرشا. وبحسب التقارير الصادرة من إيطاليا الكرواتي منزعج جدا لجلوسه على مقعد الاحتياط بآخر فترة، وهالشي بقرار من لويس إنريكي المدير الفني للفريق يلي حرمه المشاركة مع الفريق بمباراة إسبانيول الأخيرة وقت غادر اللاعب ملعب الكامب نو وهو مستاء جدا كان بعد كل اللي عم بصير مع اللاعب. وإدارة اليوفي عم تراقب هالأمر عن قرب للانقضاض عليه وقت بقرر أنه يفل عن الفريق الإسباني. كشفت مصادر صحفية أن لاعب نادي ريال مدريد إيسكو عم يقترب من الرحيل أيضا عن صفوف فريق الملكي، وهالشي بسبب قلة مشاركته كلاعب أساسي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. وأوضحت المصادر أنه إيسكو بيت عم يشعر بالخوف تجاه مصيره مع البلانكو مثل زميله الكولومبي خميس رودريغيز يلي ألمح بإمكانية رحيله عن صفوف الفريق الملكي بالميركاتو المقبل. أعرب مدرب نادي بروسيا دورتموند الألماني توماس توخيل عن استيائه بسبب الطرد اللي تعرض له نجم الفريق ماركو رويس بالمباراة الماضية قدام نادي هوفنهايم، واعتبر أنه قرار الحكم كان ظالم ومبالغ فيه. وقال المدرب لازم نتحمل أسلوب لعب بدني لأنه من الطبيعي أنه توجهنا الفرقة بهالطريقة، خسارة اللاعبين أمر سلبي واضطرينا أنه نواجه هوفنهايم لمدة 60 دقيقة بعشر لاعبين بس. وأضاف كمان رح نفتقده بالمباراة المقبلة بالرغم أنه ما عمل أي شيء خاطئ. أعلن رئيس فريق فيراري سيرجيو ماركوني أن الفريق رح يعلن عن موعد الكشف عن سيارته للموسم الجديد خلال حفل رح يصير نهار الثاني المقبل، وهيك بيكون الفريق هو الأول اللي عم يعلن عن موعد الكشف عن سيارته للموسم المقبل بالفورمولا 1. ومن المعلوم أن الفيراري عم تسعى بكل قوة لتحقق شيء الموسم المقبل بعد موسم مخيب للأمال يلي اختبرته خلال هالسنة وفشلت أنه تحقق أي فوز فيه.
كشف فيليبي ماسا انه تلقى عرض من الاتحاد الدولي للسيارات انه يكون مراقب سباقات بالموسم المقبل بالفورمولا 1، وقال ماسا من المتوقع انه يعود من اعتزاله ليقود سنه اضافيه لفريق ويليامز. اتصل فيه رئيس الاتحاد جون تود وعرض علي انه يكون مراقب سيارات، ما بعرف اذا بدي يكون هيك وبهالدور بالاتحاد، بس بالتاكيد بده يكون عندي عمل معه بالمستقبل.